فاطمة مزهر ومعاي توأمتي حميرة مزهر. نحن بنشتغل أشغال يدوية كروشيه وتريكو، ومعه كمان حاجات تانية بنحب نشتغل بالجلد. عندنا مجموعة من مختلفة من البرودكتس للناس يعني بأشكال مختلفة. بنشتغل كروشيه وتريكو، عندنا مجموعة مختلفة من البرودكتس، بنشتغل ملابس، جاكيتات، حاجات بتاعت برد، بنشتغل شغل بتاع أطفال كمان، وبنشتغل أكسسوريز للبيت. بنختار بعد ذاك على حسب الشكل أو على حسب التصميم، حجم الإبرة مع حجم الخيط. في أشكال مختلفة من الخيوط غير الخيوط الموجودة عندنا هنا، دي أحجام كبيرة ومختلفة. بعد ذاك على حسب التصميم، على حسب حجم الشكل، وعلى حسب الوظيفة بتاعت البرودكت ذاته، المنتج اللي نحن بنعمله، وعلى حسب الـ بعدين هو حيكون السماكة بتاعته والاستهلاك بتاعه كده. كان أول مرة بدأت أتعلم الكروشيه والتريكو ده كنت في سنة تانية جامعة، علموني صحباتي في الداخلية. أول حاجة كان التريكو، إنه كيف استعمل السنارات. بعدك جيت علمت أختي في البيت فاطمة تمتي، وريتها كيف تستعمل السنارات ونشتغل حاجات بسيطة كان بالتريكو، ما حاجات كده كبيرة. بعدك سبحان الله لقيت في واحدة صاحبتها بتعرف تعمل بالكروشيه فعلمتها. كان عندها إبر جابوها لها كان أهلها من برا، إبر شوية كده حجمها كبير ما زي الموجودة في السوق الستيل، هي إبر بتاعت ألمنيوم حجمها كبير، فعلمتها الكروشيه. قامت أدتنا واحدة ولا اثنين وبدأنا نتعلم نعمل الكروشيه. هي جات فطومة علمتني ومشينا فيه كويس، عملنا حاجات صغيرة صغيرة في البداية طبعا. بعدين خشينا الانترنت بقينا بنحاول نعرف كيف انه الزول يعمل حاجات اكبر وكذا. اهلنا زمان كانوا طبعا يعني خالاتي وعماتي بيشتغلوا التريكو وكذا والكروشيه، بس ما كان لقينا زمن نقعد نتعلم معاهم. فسبحان الله تعلمت بعد ما كبرت، وبعدين مشيت يعني سبحان الله. كان عندنا مشكله انه الابر الكبيره بتاعت الالمنيوم دي ما موجوده هنا، فكنا طلبنا كان من خالتي وعماتي انه يجيبوا لنا من برا. فالحمد لله جابوها لنا وبدأنا نتعلم ومشينا أكثر. الحمد لله الخيوط موجودة في السوق، كان في خيوط الصوف يهل شوية عريضة والصغيرة الصوف، وفي خيوط القطن وكل الحاجات. بدأنا نتعلم وبدأنا نعمل حاجات أكبر، بدأنا نعمل شنط، نعمل يهو الجارمنتس الجاكيتات الحاجات زي دي، خشينا في جزم الأطفال. في بعدك دخلنا في شغل الجلد اللي كان برضو ممتع، ممكن يخش هو معاه التريك والكروشيه. أول ما كان بدينا نشتغل الحاجات دي وأهلنا بيجوا بشوفوا حاجاتنا، يعني لما يجونا زيارات وكده بشوفوا جزء من الحاجات اللي احنا عارضينها في البيت زي الفوط وكده والحاجات اللي احنا حتى كنا لابسينها، أعجبوا بالفكرة وبدوا يطلبوا مننا. وبعدك برضو حتى في الجامعة أنا كان عملت شنطة لنفسي وصحباتي أعجبوا بها جدا وإلا أعمل لهم وكده. بعدك تاني بدينا كان في بازارات، بتعمل بازارات في الجامعة، بتتعامل بازارات في يعني برامج خارج الجامعة وكده، زول بدأ يعرض فيها شغله ولقى إنه في يعني الناس في اكسبتنس للحاجه دي والناس حابينها وعايزين يشتروها. في النهايه فكرنا انه يعني باعز من الناس وصحباتي ونحن ذاتنا فكرنا، والناس كلها بقت شغاله في الحاجه دي، انه الناس تعمل صفحه في الفيسبوك او في انستغرام باعتبار انه الوصول لها بكون سهل. فبدينا عملنا فعلا صفحه سميناها كرافتي توينز، والصفحه في انستغرام برضو اسمها كرافتي اندرسكور توين. فيدوب دي يعني مؤخرا عملناها، فنتمنى انها هي يعني تقدر فعلا تصل للناس والناس تقدر تتواصل معنا وتقدر تطلب والحاجة دي تمشي لقدام ان شاء الله. طبعا الشغل بتاع الكروشيه والتريكو شغل ممتع وحلو شديد، بيقضي الزمن، وكمان الزول لو حاجاته بقت أكبر وبيقدر يصل للناس ممكن يبيع وعايد الربح كويس ما بطال. بس أهم حاجة يكون التسويق ممتاز عشان تقدر تصل للناس. نحن لما بدأنا نمشي لي يعني بدأنا نشتغل أكثر وإنه الناس تبدأ تشتري مننا وكذا، بقت عندنا رغبة إنه نعمل مشغل أو إنه يعني الشغل يبقى أكبر من كذا على سكيل عالي، الناس تبدأ تبيع ويكون حاجة ميد إن السودان، يعني الناس تقدر إنه السودانيين وحتى الناس تبدأ يقدروا الشغل اليدوي ويحبوه، وكمان يعني يبقى موجود في السوق available للناس كلها. وكمان يا حبذا لو طلع لبرا وبقى ميدن سودان وبقى مشهور وكذا،
وكمان بشجع اي واحدة ان هي عندها الموهبة دي وعندها الصبر انها تقعد تشتغل كل شيء او تريكة او غيره، تقعد له وتصبر له وتحاول تصل للناس الممكن يساعدوها انها تكبر شغلها وتمشي اكبر واوسع ان شاء الله.